خلينا نسمع ونشوف جزء من كلمة الرئيس بعد إذنك في هذه الجلسة الحوارية اللي كانت بعنوان التحول الطاقي وتأمين الإمدادات وخفض الإنبعاثات. خلينا نسمع ونرجع نكمل الكلام. تصوروا إن احنا في مصر أيضا كان عندنا بنفقد حوالي ما يقرب من 9 إلى 10 مليار دولار سنويا نتيجة سوء البنية الأساسية والطرق اللي موجودة في الدولة المصرية. على خلال 7 سنوات أيضا أقدر أقول بمنتهى التواضع إن احنا قدرنا نتغلب على هذه المشكلة، بس احنا أنفقنا أموال ضخمة جدا. والحقيقة يعني يا ترى كان هل النهاردة مؤسسة التمويل وهي شايفانا وإحنا بنعمل ده كله كان عندها استعداد إن هي تدينا تمويل منخفض التكلفة عشان تراعي الخطة أو التعهدات اللي احنا عملناها ننفذها بالفعل؟ ده سؤال أنا بطرحه وبسيبه كده، والكلام ده ينطبق على مصر وينطبق على أفريقيا. إذا لم تتوفر التمويل اللازم للدول اللي هي منخفضة أو لاقتصادياتها متواضعة، ودي كلمة يعني مهذبة، يعني أنا بتكلم عن الناس اللي اقتصادياتها صعبة، هتعمل إيه؟ احنا قلنا في مؤتمر باريس في 2015 ان في 100 مليار دولار هيبقى يتم ضخهم لصالح يعني الطاقه والمناخ وكلام من هذا القبيل، واحنا قلنا لو الكلام ده تحقق بالفعل، احنا بنتكلم النهارده من 15 للنهارده يعني حوالي 8 9 سنين لم يضخ اموال بالقيمه ديت طبقا للتعهدات اللي تمت. بمنتهى الصراحة، بمنتهى البساطة، بمنتهى السلاسة يعرض الرئيس في هذه الجلسة الحوارية جزء من مشكلة كانت متعلقة بمشكلة الطاقة وإزاي الدولة كانت بتخسر تقريبا من 9 إلى 10 مليار دولار سنويا إلى آخره. معنا على التليفون دكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير البترول الدولي. أهلا بيك يا دكتور رمضان. أهلا بيك يا أستاذ يوسف. أهلا بحضرتك. أهلا بسيادتك يا فندم. دكتور رمضان، يمكن الناس هتبدأ تفكر في كلمة فخامة الرئيس على إزاي الدولة كان بتخسر من 9 إلى 10 مليار كل سنة بسبب إنه البنية التحتية عندنا كانت غير مجهزة، غير ملائمة، تتسبب في خسائر. الناس بتتساءل إزاي كان ممكن الطاقة وعدم الاستخدام السليم ليها يؤدي إلى هذه الخسائر أو هذا الهدر المالي المهول. هو الحقيقة طبعا أستاذ يوسف، ألو معاك يا دكتور. أنا يعني سوف أزيدك من الشعر بيتا. مصر عندما تنظم فعاليات دولية بتؤكد من خلال الفعاليات والمحاور أنها تنظمها في شكل استكمال لأهداف محددة. فعلى سبيل المثال، في لما نظمنا المؤتمر العالمي للمناخ COP27 عملنا منصة خاصة لصناعة البترول والغاز على مائدة قمة المناخ، وخصصنا يوم لمناقشة خفض الكربون والضرورة الملحة في التحول للطاقة النظيفة، ومصر ملتزمة جدا بهذا الخصوص. وأنا عشان أثبت أن هناك استراتيجية واضحة وتكامل في الفعاليات اللي بتنظمها مصر، احنا غيرنا مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إلى مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة. ليه؟ لأنه احتياجات العالم من الطاقة لن تقتصر على الوقود الأحفوري، بل يجب لأنه ثروات نضبة، هناك توجيه عالمي للاتجاه نحو الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة. دي بتستوجب توفير استثمارات ضخمة جدا. أيضا في نفس السياق جاء في عنوان في المؤتمر عن فعالية الحوار الإفريقي للطاقة لمناقشة إمكانية
أن تكون للقارة الإفريقية مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة لاستكمال ما طرحته مصر برضو في مؤتمر المناخ. أنا بعمل تكامل من اللي بعرضه في مؤتمر المناخ مع مؤتمر إيجيبس 2024. وأشار سيادة الرئيس في مؤتمر المناخ لضرورة الالتزام الأخلاقي للدول الصناعية الكبرى لمساعدة الدول الإفريقية اللي تعرضت الحقيقة لإخطار انبعاثات ضارة مع أنها أقل القارات المستهلكة للوقود الأحفوري. وعشان كده برضو نظمنا ملتقى تحدي تكنولوجيا المناخ ليكون منصة عالمية للشركات لعرض حلولها لخفض الكربون. إذن مصر ماشية باستراتيجية واضحة الحقيقة، بتعمل انتجريشن أو تكامل بين الفعاليات اللي بتنظمها. وإشارة سيادة الرئيس طبعا واضحة جدا إنه يجب على الدول الصناعية والدول الغنية التي تسبب الأضرار بشكل مباشر أن ترعى الدول الإفريقية. حد لحضرتك مثال واحد، مصر بتستهلك 3 كوادريليون وحدة حرارية، أمريكا لوحدها بتستهلك 100 كوادريليون وحدة حرارية بريطانية. يعني إحنا مش بنسبب أي نوع من التلوث، ومع ذلك التلوث بيجيلنا وإحنا اللي بنحاول نتصداله بإمكانياتنا المتواضعة. ده معناه أنه مثلا أمريكا بتستهلك أدي 33 ضعف. ده أمريكا بس، خد بقى الصين برضو، وخد أمريكا والصين والهند. والهند طبعا أكثر الدول أوروبا طبعا بتستهلك كميات كبيرة جدا. أنا عطيت بس مثال صارخ قد إيه مصر بتسبب أضرار بسيطة، ومع ذلك هي ملتزمة جدا المحافظة على المناخ. طب في رأيك يا دكتور، هذه الدول التي تتسبب بالضرر الأكبر لماذا لا تقوم بتنفيذ تعهداتها؟ يعني ليه دايما طول الوقت في مناورة وتملص من تنفيذ هذه المعاهدات؟ ده كلام حضرتك مهم جدا. كل دولة تبحث عن مصالحها وأهدافها. على سبيل المثال في مؤتمر جلاسكو التزمت فرنسا بتوقف الزيادة في المحطات النووية. مع أزمة أوكرانيا رجعت كل المحطات النووية. صحيح. ألمانيا كانت توقفت عن استخدام الفحم الحجري لأنه أكبر المشتقات البترولية تسببا في الانبعاثات الضارة. بعد الحرب الروسية الأوكرانية رجعت ألمانيا تستخدم الفحم الحجري مرة أخرى. إذن الدول بتبحث عن مصلحتها بأي وسيلة وبأي شكل دون النظر. وعشان كده يعني أشرت إن ده التزام أخلاقي، ونادرا ما تستجيب الدول لهذه الالتزامات الأخلاقية، وإحنا شايفين إيه اللي بيحصل دلوقتي في غزة وما فيش أي التزام أخلاقي للأسف الشديد. أنا بشكرك جدا دكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير البترول الدولي. طيب خليني أخذ معايا على التليفون دكتور محمد شادي، الباحث في الاقتصاد السياسي. أهلا بك يا دكتور. أهلاك فندم وسيد المشاهدين. عامل إيه؟ كله كويس؟ كله تمام الحمد لله رب. طيب من مؤتمر ومعرض الطاقة الدولي في نسخته السابعة إيجيبس، ويمكن الرئيس اتكلم على ما يحدث في الطاقة وما يحدث من عدم التنفيذ أو الوفاء بالتعهدات الدولية من كبريات الدول، وتبقى دائما اقتصادات الدول الناشئة ضحية. فيجي السؤال، هل توجد حلول لو صح التعبير لهذه الجدلية؟ طيب وبداية بس هي إيه الجدلية أصلا؟ الجدلية دلوقتي إن المستفيدين من تلوث البيئة هم المضرورين من التحول. فده أول حاجة. ثاني حاجة إنه يعني إيه، طيب أول حاجة المستفيدين من تلوث البيئة هم المضرورين من التحول. الدول الأكبر تلويثا للبيئة هم الأكثر غنى بمصادر الطاقة الملوثة. يعني مثلا الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر منتج للطاقة في العالم، أكبر منتج للبترول في العالم، ودلوقتي تاني أكبر مصدر للغاز في العالم.
الصين مثلا، الصين عندها كميات ضخمه جدا من الفحم الحجري، وبالتالي التحول روسيا نفس الوضع، حتى يعني النرويج، بريطانيا، الدول دي عندها كميات ضخمه جدا من البترول، وبالتالي التحول في الوقت الحالي عن مصادر الطاقه الملوثه يضرها. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انه في حاله التحول المصادر دي تعتبر ببلاش، بقت بارقام ضعيفه جدا. تخيل حضرتك ثروه الولايات المتحده الامريكيه من النفط الصخري ومن الغاز اللي هو بيسموه الشيل جاز يعني، او الغاز الصخري دوت، تساوي تريليونات الدولارات حرفيا. تخيل حضرتك في حاله التحول او في حاله التعهد بعدم التلويث، الثروات البتروليه دي تبقى قيمتها صفر بكره الصبح. وبالتالي اول حاجه هو عنده دوافع بتمنعه من انه يتحول لهذه الطاقه المتجدده. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انه عدد كبير جدا من المعادن الموجوده في الطاقه المتجدده مش موجوده عند الدول الملوثه. يعني مثلا بدل ما اللي هيجيب فلوس بعد كده او مصادر الثراء بعد كده، بدل ما هي بترول وفحم وغاز، هتبقى معادن: نحاس، ألمونيوم، كوبالت، منجنيز. الحاجات دي مش موجودة عند الدول الملوثة، والعكس بالعكس موجودة عند الدول اللي دلوقتي حالا بتعاني. دي تاني حاجة. تالت حاجة والأهم، انه عدد كبير جدا او نسبة كبيرة جدا من مصادر الطاقة غير الملوثة او مصادر الطاقة المتجددة موجودة عند الدول المضرورة دلوقتي ومش موجودة عند الدول الملوثة. يعني مثلا 34% من اجمالي مصادر الطاقة المتجددة في العالم موجودة في قارة افريقيا، بينما قارة افريقيا لا تحتوي على 10% من اجمالي الاحتياطات ذات النفط في العالم. وبالتالي الدول دي عندها حوافز اكيده لعدم التحول. وبالتالي الدول دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه انه المضرور بشده مش هو الملوث. يعني الناس، الدول الملوثه او الدول اللي عندها شركات حتى بتشتغل في المجالات الملوثه، مش هي المضروره. وبالتالي هو عنده كل الدوافع اللي تمنعه من التحول او من الالتزام بالتحول. مش بس كده، ده كمان بيحقق يعني ارباح ضخمه جدا من عدم التحول. يعني تخيل حضرتك كده الصناعه مثلا صناعه المعادن او صناعه السيارات في الولايات المتحده الامريكيه لو حولناها كلها لمصادر طاقه متجدده، ده يعني التكلفه بتاعت انتاج العربيات تتضاعف، وبالتالي يقدر يبيع، وبالتالي يبيع اقل، وبالتالي يتضرر الاقتصاد بتاعه. علشان كده هو بيتردد تردد واسع جدا في موضوع التحول. العكس بالعكس بقى، عندنا احنا الدول المضروره، الدول اللي تستفيد من الطاقه المتجدده، الدول اللي اقتصادياتها ما بتستهلكش كميات كبيره جدا من الطاقه هي المضروره، وبالتالي بتدفع في اتجاه التحول. وبالتالي بقى عندنا عالم في الغالب يعني عالم نامي وعالم متقدم منقسم حوالين نفسه بشكل واضح جدا في موضوع التحول ده. الحلول ايه؟ الحلول اول حاجه ان احنا نسارع بشكل كبير جدا لتكسير الفجوه او الهوه دي. احنا عندنا فجوه كبيره جدا بين الطرفين، لازم نعمل بينهم جسر او بريدج، عشان كده بيسموه تكسير الفجوه دي. نعمل بريدج ازاي؟ نروح لنوع اقل تلويثا من المصادر الاحفوريه دي، بحيث ان هو ينقلنا بسرعه الى المصادر الاقل تلويثا او المصادر النظيفه. والمصدر الاقل تلويثا في الوقت الحالي هو الغاز، وعشان كده هتلاقي حضرتك مصر مثلا واحده من اهم الدول اللي بتدعو الى المصارعه في تبني استراتيجيات واسعه للتحول للغاز. ليه؟ لان مصر بتبص له على انه جسر للانتقال للطاقه النظيفه. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا نبدا بقى نتكلم كدول ناميه يعني عن النشر وتوطين صناعات الطاقه المتجدده، لانه طول ما انا بعتمد على مصادر الطاقه بتاعتي او الحاجات اللي بتولد الطاقه بتاعتي جايه من بره، مثلا زي من الصين او من الولايات المتحده الامريكيه او من المانيا او من خلافه، هيفضل برضو وانا اللي عندي الطاقه بتاعتي انا موجوده عندي مش عارف استغلها كويس، وافضل معتمد على الغرب في استغلالها، او افضل معتمد على الدول المتقدمه في استغلالها. وبالتالي لازم نبدا نوطن التكنولوجيا دي، بحيث ان احنا اولا نخرج من اسواق النفط والغاز، نخرج منها تماما كمستهلكين، ويبدا يبقى عندنا اكتفاء ذاتي محلي من الطاقه المتجدده. وعشان كده هتلاقي حضرتك ان مصر على سبيل المثال عندها استراتيجيه بتقول ان في 32 يبقى 42% من اجمالي قدراتنا، مش استهلاكنا، قدراتنا من الطاقه المتجدده جاي، قصدي قدراتنا من الطاقه جايه من الطاقه المتجدده، او مزيج الطاقه بتاعنا جاي من الطاقه المتجدده. وده معناه ايه؟ معناه ان احنا يبقى عندنا جزء كبير جدا جاي
بينتج محليا بغض النظر عن ظروف السوق العالميه. زي ما حضرتك عارف ان مصر مصر بتصدر جاز، لكن مصر مستورد صافي للطاقه، وبالتالي مصر بتعتمد على السوق العالمي في الطاقه بشكل واضح جدا. وعشان كده حضرتك مع كل تقلب في الاسعار مصر بتتاذي. اللي انا بقول لحضرتك عليه ده مصفوفه، بتقول لحضرتك ليه الدول دي ما بتتحولش وليه الدول الناميه بتحاول تدفع في اتجاه التحول. السؤال الثاني بقى، هم ليه ما بيدفعوش؟ ما بيدفعوش لانه عندهم اول حاجه مشكلتين. المشكله الاولى انه بيقول لك انت تشاركني ليه في عناصر، يعني في عناصر الناتج المحلي الاجمالي بتاعي. لا ما تشاركنيش، ما تاخدش مني حاجه، خاصه ان انا بشتغل انا بعمل المكاسب دي من مواردي الذاتيه. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه، هو كان بيقول لك انا كمان مضروب من التحول المناخي، ما انا كمان بيحصل عندي اعاصير وبيحصل عندي زلازل وبيحصل عندي فيضانات بسبب التغير المناخي اللي بيحصل ده. طب ما مش انت كده كده بتدور على صندوق للمساعدات وصندوق لجبر الضرر؟ طب ما انا مضرور، ايه رايك ادفعه لنفسي؟ وده حقيقي، عندنا حوالي 19% ل 20%، انا اسف ل 25% من المساعدات بتاعه صناديق الجبر الضرر وصناديق التكيف بتروح للدول اللي تدفعها. يعني تخيل حضرتك كده الولايات المتحده الامريكيه راح تدفع فلوس للتكيف وجبر الضرر، يقوم يدفع لاقتصاد الولايات المتحده الامريكيه، يدفع بس في الولايات المتحده الامريكيه بس نفسها. بنفس الميزان وعلى نفس المعادله، انا كمان بديلك. اقول انت بتستغل العناصر البشريه بتاعتي على الاقل في افريقيا، اتنين انت واخد عقود متعلقه بالتعدين عن المعادن النفيسه والاحجار الكريمه برضو عندي في افريقيا، فلو احنا هنقيس بنفس الطريقه وانا ليه اديلك وانا كمان ليه اديلك؟ لا يا فندم، ده انا بقول لحضرتك دي ارجيومنت اصلا فارغه مش مظبوطه، لانه احنا عاملين زي المثال الشهير جدا، الناس اللي راكبه في السفينه من فوق والناس اللي راكبه في السفينه من تحت. هو بيقول لك انا ما اطلعش اشرب من عندك، انا ممكن الميه تحت عندي، طب ما اخرم خرم واشرب منها. هو ده التيبيكالي حرفيا اللي هم بيعملوه. يقول لك انا باشا انا 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 مكمل في النمو بتاعي، انت بتمنعني من ان انا استغل مواردي. زي البرازيليين بالظبط، لو حضرتك برضه متابع، البرازيليين بيلوثوا بطريقه مختلفه، يعني الدول دي بتعمل انبعاثات حراريه اكتر، البرازيل بتقطع غابات فبتمنع امتصاص الانبعاثات الحراريه. فالرئيس البرازيلي اللي كان قبل لولا يقول لك ايه يا باشا، دي مواردي، ارضي، انا بستغل ارضي، انت تمنعني انت بتستغلها كيفما شئت. ازاي؟ واخد براحتك ازاي؟ وهكذا. وبعدين دي بالتالي دي 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 ارجومنتس او حجج فارغه ليس لها محل من الاعراب، والعاقل بمجرد النظر فيها يفهم ان هي حجج لاستمرار لاستغلال الشعوب، استعمار من نوع جديد. انت تبني في ارضك وتدمر لي ارضي من غير ما تضربني، انت بس باساءه استخدامك للموارد بتدمر لي ارضي انا. يعني احنا مثلا عندنا في مصر مثلا الساحل الشمالي كله، مش اصل الساحل الشمالي، الساحل الشمالي بتاع مصر، اصل الساحل الشمالي المصريه من رفح لغايه مطروح، اجزاء كبيره جدا منها مهدده بالغمر. عشان كده تلاقي الدوله المصريه بتسرع وبتبني مصدات للميه دي على طول سواحلها. وبالتالي الحل انه يحصل تكتل، عشان ارجع بقى لسؤال حضرتك، الحل انه يحصل تكتل بين الدول الناميه بشكل واضح تماما، تبقى ممثله فيه على قدم المساواه، ويبقى عندها قدره، عشان ما فيش دوله تنحرف بمطالب الدول الناميه، الدول الناميه تبقى ممثله على قدم المساواه فيها، وكل الدول الناميه تقعد قاعده واحده بتتكلم بصوت واحد علشان تطالب بتعديل الوضع الحالي، سواء من حيث اساءه استخدام الموارد او من حيث التعويضات اللي المفروض تدفع. طيب سواء بقى سؤال يا دكتور، مسألة أنا من الناس اللي بتشوف أن الدول تبدأ تتحالف مع بعضها البعض لأجل المطالبة عادة مش ناجحة، يعني بتمارس دايما علينا كلنا كل الضغوط، ويتعمل لنا كل المشاكل، ويتعمل لنا عدم استقرار سياسي وعدم استقرار أمني للحيلولة دون أن احنا نقدر نكمل في مطالباتنا. بس هنا يجي سؤال، إذا أردنا أن نتحالف لأجل التكامل، يعني أنا من الناس اللي بتشوف أن الاقتصادات الإفريقية قادرة على أن تتكامل مع بعضها البعض إذا كان في وحدة إرادة، فهل من الوارد وإن لم يكن واردا تبقى هي العقبات أمام فكرة التكاملات الاقتصادية ما بين الدول النامية، فليكن على صعيد قاري أو على صعيد مثلا المستوى الأفرو أسيوي؟ انا عاوز اقول لحضرتك اولا حاجه، انا مختلف مع حضرتك بشده في انه التكامل صعب. هو التكامل فيه عوائق، لكن لا هو صعب ولا هو مستحيل. ودليل على كده ايه؟ عندنا دلوقتي في منظمه التجاره العالميه حاجه اسمها جوله الدوحه. جوله الدوحه دي الدول المتقدمه فيها بتحاور الدول الناميه من سنه 2005،
بيحاولوا يفرضوا عليهم كلام علشان تعديل موقفهم من الزراعه. ويمكن حضرتك سمعت يعني من فتره صغيره خالص يعني في وقت كورونا ان الدول المتقدمه كانت بتقول للدول الناميه ما تحتفظيش بكميات كبيره من الغذاء عندك، وكانت مصر الهند طبعا وقفت في الموضوع دوت، وكانت مصر انسحبت من اتحاد الحبوب العالمي. صحيح. بسبب هذه المطالبات. وحصل في جولة الدوحة ده تكتل من الدول النامية رفضت فيه مطالب الدول المتقدمة على الإطلاق. الدول النامية بتتكتل لما يكون في هدف واضح، زي ما كان عندنا قبل كده كتلة عالم الانحياز اللي كانت فيها مصر ويوغوسلافيا والهند بشكل واضح. إذا كان في هدف واضح بيشكل إجماع من الدول النامية على مصالح واضحة، الدول النامية بتتكتل. وعاوز أقول لحضرتك إن إحنا كان عندنا قبل كوب 27 وزير الماليه المصري ووزير التخطيط المصريه ورئيس البنك المركزي المصري دعوا لاجتماعات لوزرائهم الافارقه، واستضافوا قمه افريقيه من اثنين يعني على مستوى الوزراء من 42 دوله علشان يبدا يحصل فيه نوع من انواع التنسيق بين الدول ال 42 علشان يبقى في كلام باسمهم. ومصر فعلا في 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 قمه المناخ في 27 كانت بتتكلم باسم الاثنين 42 دوله افريقيه. وساعتها حتى الدول المتقدمه يعني حصل لها حاله من حالات الهلع لما بدانا نتكلم عن مبادله الديون بالاضرار المناخيه. انت مش عاوز تديني فلوس، خلاص مش عاوز منك فلوس، بس انا عليا ديون، طب ايه رايك تسقطها؟ انا بس بقول لحضرتك ان الدول الناميه عندها القدره انها تتحرك، وعلشان كده صندوق جبر الضرر او صندوق التعويض عن الضرر ظهر في 27، وفي 28 اتنفذ اليات. وبقول لحضرتك ان الدول الناميه لو تكملت في تكتلاتها وخدت مواقف اكثر حده هتقدر تكبر الدول المتقدمه، واذا يعني ما قدروش يكبروا الدول المتقدمه هيخلوهم على الاقل خالص يجدوا اجندات واضحه تماما بالتزامات واضحه. ومن هنا الدول الناميه عندها قدره كبيره جدا في التحرك ده، خاصه بقى انه ايه الدول المتقدمه كمان بتضيق على الدول الناميه في مجالات المناخ. يعني لو حضرتك برضو عشان بس انوه للساده المشاهدين، الاتحاد الاوروبي اخذ قريب جدا اجراءات هتمنع دخول منتجات الدول الناميه اللي بتستخدم الكربون. تخيل حضرتك الدول اللي يعني انا عارف حضرتك ايه، انت بتقول لي انت بتعمل رغيف عيش على الفحم مش هدخله عندي، طب انت بتعمل تريلا على الفحم هتدخل عندك في اسواقك. ده اللي الاتحاد الاوروبي عامله. الاتحاد الاوروبي بيقول لك ان المنتجات بتاعت الدول اللي بتستخدم منتجات ملوثه للبيئه انا هفرض عليها ضريبه كربون. والله اذا كان اصلا انا اقتصاد نامي، كل منتجاتي منخفضه الطاقه وبالتالي بستخدم فيها منتجات مدخلات بتروليه يعني ملوثه للبيئه في الغالب عند الدول الافريقيه كلها، انت بتقول لي مش هدخل منتجاتك؟ طب انا كمان انت كمان بقى انا همنع دخول منتجاتك بشكل ما، هفرض عليك عوائق بنوع تاني. وبالتالي الدول المتقدمه بتدفع دفعا الدول الناميه ان هي تتكتل. الدول الناميه بس عاوزه لحظه تفكير واحده تاخد فيها اجراء حاسم. صح. يعني كلام حاسم على ان هي تبدا تنظر الموضوع. صح. ده وتمنع تكرره. اتفق معاك 100%. انا بشكرك مره تانيه دكتور محمد شادي باحث الاقتصاد السياسي الكبير والمرموق، اشكرك مره كمان. تعالوا نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام حتى احافظ على هدوئي. الحقيقة المعرض السنة دي مختلف عن كل مرة، وطبعا تشريف سيادة الرئيس للمعرض بيعطي ثقل كامل لصناعة الغاز الطبيعي والبترول المصرية وفي الاقتصاد المصري. والحقيقة في ظل الظروف القهرية اللي بتمر بها الشرق الأوسط، كل دول العالم بتتجه وأنظرها للقاهرة في هذا الحدث الرائع اللي دايما سيادة الرئيس بيوليه أهمية كبرى، وإن احنا فخورين إن سيادة الرئيس معانا النهاردة وبيشرفنا. احنا شركة إطفاء حريق وسلامة، النشاط بتاعنا عندنا جزء تصنيع، عندنا 3 مصانع موجودين في أمريكا، موجودين في السعودية، وموجودين في كوريا الجنوبية، وعندنا جزء وكالات. احنا النهاردة عارضين مع 5 من الوكلاء بتوعنا. أول وكالة هم JCI Johnson Controls، دول تحتيها تايكو، أنسول، سابوس كوم. في تاني وكيل AVK، دي شركة في السعودية، شركة أصلها دنماركي. وفي عندنا إلكارد بروس، شركة في USA، وفي عندنا MSA شركة سيفتي. إيه
الشركه بتاعتنا طبعا هي بتعمل اللو كاربون، ان احنا بنعمل تكسير هيدروجين للمازوت الطالع من شركه اسيوط تكرير البترول، او اللي هو طالع من معامل التكرير اللي ما عندهاش اللي هي الريفاينري اللي ما عندهاش تكنولوجيا حديثه، اللي بناخد المازوت وبعد كده بنكرره ونطلع منه سولار وبنقلل انبعاثات، وفي الاخر بيطلع منه مستخلصات اللي هي فحم الكوك والكبريت، وبنعمل الكبريت برضو سلفر سوليفيكيشن اللي بيدخل في مصانع الاسمده. فبالتالي الصناعه بتاعتنا كلها بنحاول نقلل اللو كاربون، بنحاول نحرق المازوت، والمنتجات الثانويه بتاعته برضو بتستخدم في صناعات، يعني زي الكبريت بيستخدم في صناعه الاسمده، وفحم الكوك بيستخدم في صناعه الاسمنت اللي هو الفلودايزد بيت بتاعه الافرام بتاعه الاسمنت، بدل ما تحرق بلمؤاخذه يعني كانوا بيحرقوا بزباله او بيحرقوا بقش او بيحرقوا كده، ده بيقلل اللو كاربون بتاعنا. طبعا معرض ايجيبس هو من المعارض الكبيره اللي ليها علاقه بالاويل اند جاز، مش بس في مصر، في الميدل ايست كلها وفي افريقيا كمان. احنا المعرض مهم بالنسبه لنا، بقى لنا اكتر سنه باكتر من سنه بنفكر ان احنا ننزل في المعرض، بس كل السنه اللي فاتت اصرينا على اداره الشركه وقلنا لهم لا احنا لازم ننزل المعرض ده، فيه اوبورتيونيتيز كتيره، بنعرف الزباين بتوعنا والعملاء سواء في قطاع النفط او قطاع الغاز ايه جديد في الايه التكنولوجيات جديدة في أنظمة الحريق، إيه التكنولوجيا الجديدة في السيفتي، إزاي نقدر نساعد الناس عشان نحمي، إحنا فايتنج وسيفتي كمباني، فإيه نقدر نساعد الناس عشان نحافظ على الأرواح، وده الهدف بتاعنا والهدف بتاع الشركة بتاعتنا بالأساس. طب إحنا النهاردة عندنا حاجات حلوة بالمناسبة، يعني بالتأكيد نتحدث عن قضيتنا المركزية وهي قضية الصراع العربي الصهيوني في الأراضي العربية، مما لا شك فيها. نتحدث عن محكمة العدل الدولية بالمناسبة، محمود حسين مرشد الجماعة في تركيا اتسحبت منه الجنسية ولنا في ذلك كلام، تقدروا تطلقوا الزغاريد إن أردتم، فيذهب إلى الجحيم مع طغمته وزمرته البائسة، وهنتحدث يعني ساعتها مصيره هيبقى عامل إزاي. لكن خليني أرجعك على جلسات استماع العلنية في محكمة العدل الدولية واللي متعلقة بالتبعات القانونية للممارسات الصهيونية على أراضينا العربية في فلسطين. خليني أخذ معانا بكل الترحيب على التليفون أستاذ راجي السوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ورئيس الفريق القانوني، بعد قليل يكون موجود معانا على الهواء عبر التليفون. واضح انه في تحرك شديد النشاط، سواء اذا كان بالتاكيد من الجانب الفلسطيني، واقدر اقول بملو الفم زي ما بيتقال، بالتاكيد من جانبنا نحن كمصريين. يمكن دي كلها ادوار مكمله لبعضها البعض علنا ان احنا نقدر نصل الى، انت عارف، بص يعني برضه عشان تبقى فاهم، كل ما سوف يصدر عن المحكمه اللي بنتمنى انه يكون ايجابيا هو رصيد النقاط، يعني هل تحمل قرارات المحكمة صفة الإلزام؟ ورقيا تحمل صفة الإلزام، هل في آلية للتنفيذ؟ لا مفيش. فيبقى الواقع إيه؟ لا توجد صفة إلزام، ولكن أنا بيبقى في عندي تراكم نقاط سياسية وقانونية تمكنني فيما بعد إن أنا أقدر أتحرك لقدام. طب أتحرك لقدام لحد فين؟ يعني تخيل أن أنا أقدر أتحرك لقدام لحد ما أحصل على العضوية الكاملة كدولة فلسطين في الأمم المتحدة مثلا. في حد يعني يجي يقول لك طب وهل تقدر تحصل على العضوية الكاملة دون أن تكون لك حدود سياسية معروفة؟ أقول له والله أنا أطالب بحدودي السياسية على حدود 4 يونيو 1967، حدود 4 يونيو 1967، مش طبقا لقرار 242، لا أنا عاوز الحدود بتاعة 4 6 1967، وانه العاصمه بتاعتي هي القدس. طب انا عندي ممارسات صهيونيه للاسف الشديد على الارض، طبعا من ابرزها وافدحها هي تهويد القدس، القدس القديمه، القدس الشرقيه بتاعتنا دي، مش القدس الغربيه، انا بتكلم على القدس الشرقيه. جزء من هذا التهويد هو انه بيتم نقل، او حق من البدايه يعني كان الكنيسة نقل الى القدس على سبيل المثال، او من قرار زي قرار الولايات المتحده الامريكيه بنقل السفاره الامريكيه الى القدس. هل هذا تهويدا؟ لانه دي محاوله للاعتراف بالقدس كعاصمه لدوله الكيان المحتل بدلا من تل ابيب. المجموعه العربيه والمجموعه الاسلاميه الحقيقه بتتحرك بمنتهى القوه وبمنتهى النشاط، مصر بتتحرك بمنتهى القوه، بمنتهى النشاط، بمنتهى الفاعليه. مصر بتتحرك على كل المستويات، مستوى فخامه رئيس الجمهوريه، مستوى الاجهزه
المعنية، مستوى وزارة الخارجية وهو المستوى الدبلوماسي المباشر والرسمي، وأيضا على المستوى الصحفي والإعلامي، وطبعا على المستوى الشعبي العظيم والمهول. طيب خليني أنتقل بيك للي كنت بقولك عليه، ألا وهو سحب الجنسية من محمود حسين مرشد جماعة الإخوان المقيم في تركيا. ويمكن إحنا قرينا كتير أو سمعنا كتير وحللنا كثيرا أيضا مع الأستاذ ماهر فرغالي حول الانقسام اللي موجود في الجماعة ما بين مجموعة كانت في تركيا ومجموعة موجودة في لندن، وأن هناك انقسام في منصب المرشد، انقسام حتى في التمويل إلى آخره. لكني من الناس اللي بتشوف أنه بالتأكيد ما فيش انقسام في النظرة والاستراتيجية، يعني هم عندهم نقط معينة عاوزين يوصلوا لها مهما بلغت الانقسامات الداخلية في الجماعة. ولكن يصححنا في ذلك واحد من أهم وأبرز الباحثين في شؤون الجماعات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة وما بين قوسين طبعا وجماعة الإخوان الإرهابية، معانا الأستاذ ماهر فرغالي على التليفون. أهلا بك يا فندم. أهلا بك أستاذنا يوسف. عامل يا صديقي؟ والله الحمد لله. أخبارك إيه؟ كيف استقبلت ورأيت وحللت سحب الجنسية التركية من محمود حسين؟ لا خليني أقول لك إن إحنا متابعين قوي الموضوع ده من فترة طويلة جدا. خليني أشرح لحضرتك وللسادة المشاهدين اللي بيحصل بالظبط ويعني إيه معنى سحب الجنسية. تفضل. هو اللي حصل إن كان خلال الأعوام الماضية أو الشهور اللي فاتت كان في حاجة اسمها الجنسيات الاستثنائية. الجنسية الاستثنائية دي في تركيا كان في ناس بتحصل على الجنسيات عن طريق مثلا انه يشتري شقة، يعمل شركة، ان هو فبدأوا الاخوان عن طريق ما يسمى كيان كده عملوا اسمه لجنة الاعلاميين وحمزة زوبع وهذه المجموعة يبيعوا هذه الجنسيات الاستثنائية، يعني ويكسبوا عشرات الالاف من الدولارات. يعني فبيجي يعني بيبيع الجنسيه الجنسيه ازاي؟ يشتري هو عقار ويعيد بيعه تاني مثلا؟ لا هم ليهم بقى حاجات وشخصيات جوه توغلوا مع الاحزاب اللي هناك وبعض الشخصيات النافذه، وبداوا يدفعوا فلوس ويجيب لك جنسيه، يدفع له 50,000 دولار فتحصل على جنسيه استثنائيه. فلما حصلت الانتخابات الرئاسيه الاخيره في تركيا وتغيرت الوزارة وبدأت الدولة التركية تعي لمثل هذه الأمور ووزير الداخلية هناك، فبدأ يعملوا إجراءات مراجعة لهذه المسائل كلها، واكتشفوا أن العديد من السوريين والإخوان المسلمين وبعض العناصر متورطين في هذه المسائل. فبدأت تحصل متابعات وملاحقات لبعض العناصر هناك، وأثيرت سائرة كبيرة جدا دفعت وفد من الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين يروح بسرعة يعمل مقابلة ويدعو الدولة التركية للتوقف عن هذه الملاحقة. وده ما كانش ملاحقة سياسية، هي كانت ملاحقة قانونية طبيعية جدا، قانونية جنائية. كان من حوالي شهر حصلت مراجعات لهذه المسألة واكتشفوا ان في 36 من الاخوان واخدين جنسيات استثنائية، منهم محمود حسين، وبعض ال 36 دول مش موجودين على ارض تركيا، ده بعضهم في قطر وهو واخد جنسيه تركيه. فهنا تكتم الامر، يعني الاخوان كتموا هذا الموضوع تماما، حاولوا يحلوا المشكله. الراجل طبعا كان اشترى عقار في تركيا وباعه لواحد سوري اللي هو محمود حسين. باعه لواحد سوري بحيث ان السوري ده يحصل من خلال هذا العقار على جنسيه ايضا. يعني كمان بيتاجر في مصائر البشر يعني. ايوه. فطبعا الموضوع طبعا قالوا له لا ده انت كده ده في مشكله كبيره جدا، فاوقفوا سفره، سحبوا الجواز منه، وهو كلف محامي يدافع عنه. ولما كتموا يعني حصل تكتم على هذا الامر وحاولوا يحلوا المشكله فلم تحل، حبوا يثيروها اعلاميا. مدحت الحداد وعلي عبد الفتاح والمجموعه دي كلفوا واحد اسمه عمرو عبد الهادي، عارفه شبه العشرة ساغ الفضه كده. أيوة شكله والله شبه العشرة ساغ. كلفوه ان هو يثير هذا الموضوع، يكتب تويتر او على صفحته بالفيس مواقع التواصل ان محمود حسين ده راجل عجوز وكبير وده مش معقول اللي هو ايه يسحبوا منه الجنسيه بعد استدرار تعاطف، يعني استدرار تعاطف ويحرج الدوله التركيه. ولكي يحرجوا الدولة التركية عشان تحل المشكلة، مشكلة الناس دي. هم الإخوان ما يهمهمش غير مصلحتهم بس. ف
فطبعا الامر طبعا اثير وتنقلته يعني ناس وصحف وقنوات وغيره، فطبعا بسحب الجنسيه من محمود حسين وسحب الجنسيه من الاخوان وغيره وغيره. لكن هذه هي القصه، هذه هي الحدوته وهذه الحكايه. حكايه طب هذه الملاحقات القانونيه، هذه الملحقات القانونية أستاذ ماهر اللي قد بتؤدي في بعض أحوالها إلى سحب الجنسية من بعض من هؤلاء، بتعتقد أنه في حال التأكد التام أو التأكيد على سحب الجنسية مثلا من محمود حسين مثلا، خلاص خلصت القصة وأصبح قرارا نهائيا وبتا اتخذته الحكومة التركية والجهات القانونية المعنية بهذا الأمر، مصير محمود حسين بقى بيبقى إيه؟ لو تم سحب الجنسية المفترض ان هو كده كمان جوازه المصري منتهي وهارب وعليه قضايا، فالمفترض ان هو يتم تسليمه لمصر، ده المفترض يعني قانونا واجرائيا المفترض يحصل كده، بس مش عارف هل ده هيحصل ولا مش الا اذا بقى تقدم بطلب لجوء لاي من الدول الاوروبية اللي هتقدر تقبل بيه، وده المتوقع يعني. هم يعني بعض منهم عمل ده، يعني بعض منهم كمان عمل ده، وخلال الفترة اللي فاتت كمان حصل تكليف لكل هذه العناصر في تركيا، يعني ان هو عدم نقد وانتقاد زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى القاهرة، وعدم الحديث عن هذا الموضوع والحديث عن غزة فقط. يعني وطبعا لازم يروحوا مشوهين الدور المصري ويطلقوا حوله الشائعات طبعاً. فيفضلوا شغالين على القصة دي، لا ده مقسمين نفسهم، يعني هو جزء من اللي يتكلموا عن غزة يدافع عن صمود حماس وانتصار حماس، وجزء آخر يتكلم عن أن النظام المصري يساهم في تهجير أهالي غزة ويمنع المعونات، وجزء آخر يدعو لفتح الحدود. فأنت يعني أنت بتبقى حيرة من أمرك، الثلاث حاجات شغالين في وقت واحد. مجموعة طبعا أحمد هلال وإبراهيم فودة وهذه المجموعة اللي بتقود الكتاب الإلكترونية الإخوانية مشغالة كويس جدا مع محمود حسين، وطبعا لمجموعة صلاح عبد الحق هي مجموعة تانية. فهو ايه، انت هنا قدام جماعة مرتبكة برضه، يعني رغم لان في لما تاخد الموضوع من وجهة نظر تانية ونحط بقى نقول نظرية مؤامرة او مش مؤامرة، هنتكلم هنقول لا ده سحب الجنسية جه في اوان زيارة الرئيس التركي لمصر، وده اللي خلى الناس كلها تتكلم انه ممكن يكون الكلام ده سياسي مش جنائي. طيب يعني سؤال أخير، يمكن بعيدا عن موقف محمود حسين وسحب جنسيته من عدمها إلى هي تتسحب، يعني من الآن يقود مجموعة لندن ويمول مجموعة لندن على الأقل إعلاميا؟ لا اللي بيقود جماعة لندن طبعا صلاح عبد الحق، وده رجل يعني هو رجل بتاع تربية وبتاع، ولكن المحرك الحقيقي للمجموعة هو حلم الجزار الذي يقود الإعلام الإخواني بشكل تام، هو رجل فلسطيني مقيم في لندن اسمه عبد الرحمن أبو دية. عبد الرحمن أبو دية، عبد الرحمن أبو دية ولا عزام التميمي هو اللي بي؟ لا عبد الرحمن أبو دية هو الرجل الله الخافي، الرجل الذي لا توجد له سوى صورة وحيدة على الإنترنت، والرجل اللي هو صاحب شركة نون فيلم، واللي هي الشركة اللي تنتج الأفلام الوثائقية ضد مصر طوال الوقت، واللي هو يمول قناة مكملين وقناة كل القنوات تقريبا هو الممول الرئيسي لها، ومن أصل فلسطيني، كان مستشار سابق في قطر، انتقل إلى لندن، أسس قناة الحوار، ابنه بيدير الجزيرة مباشر، وبص هو رجل الاخطبوط الكبير جدا، يعني بنسبة 90% من تمويل الإعلام الإخواني. أي حد بيعمل فيديو يهاجم مصر فيه على اليوتيوب يديله فلوس. عبد الرحمن أبو دية جاهز على طول. نعم. ديته مليانة. لا ما هو مش فلوسه، لأن هو حتى بيجيب فلوس. الولاء طارق قاسم اللي هو الإخواني اللي موجود في تركيا ده تحدث عنه في فيديو واضح، وقال إن هو مكلف من الاستخبارات الإنجليزية باحتواء الإسلاميين عن طريق دعمهم بالمال. طب قال كده أصلاً، هو واحد مشغل معاهم يعني. ماذا يعني، واعذرني في التعبير، وماذا يهبب أنس التكريتي الآن؟ لا أنس التكريتي له دور كبير جدا في بريطانيا، وكان لسه عامل اجتماع في أحد مساجد في جنوب لندن، وهو يقوم بدور في التنظيم الدولي، وإحنا لازم نفرق بين طبعا الحركية للتنظيم الدولي طبعا وحركية التنظيم المصري.
فهو أنس التكريتي صنفه تحت التنظيم الدولي للإخوان، وهم كانوا عملوا مجموعة من التحركات وعملوا وفد بعثوه لأفغانستان، وهو واحد من أهم العناصر اللي بتحرك التنظيم الدولي في العالم. أسس مؤسسة قرطبة، واحد من المؤسسين لهيئة الغاثة العالمية اللي هي تابعة للإخوان المسلمين، بتتحرك باسم فلسطين ودعم فلسطين. أيوه. ولها أنشطة في أفريقيا وفي أمريكا الجنوبية. فدي أنت بتتكلم عن الناس بتلعب في مليارات يعني. ده حقيقي، ده أنا شفت الحسابات الحقيقة يعني. على كل لازم أشوفك قريب، لأنه ده موضوع يحتاج مننا المزيد من الفحص والمحص والمناقشة حول مجموعة لندن، سواء إذا كان التنظيم أو التنظيم الدولي، يعني تنظيم الإخوان المسلمين أو التنظيم الدولي للإخوان المسلمين. أنا بشكرك جدا 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 صديقنا وزميلنا العزيز أستاذ ماهر فرغلي، الباحث المرموق في شؤون الجماعات الإرهابية والتنظيمات الجهادية. من المواهب التي لا أراها مخيفة بالمعنى السلبي ولكنها مخيفة بالمعنى الإيجابي جدا، عصام عمر. عصام تاتشود يعني، أنا عرفته من خلال بلطو، وبعد كده شارك في مسلسل بطن الحوت اللي أنا ما شفتوش، بس شفت الريفيوز أو المقالات أو الكتابات النقدية عليه. وكل الحقيقة يثني على موهبة هذا الفنان الرائع. وأنا ما بحبش بقى كلمة إيه الفنان الشاب والفنان الصاعد والفنان اللي، لأن دي برضو كلها إيه توصيفات غريبة جدا بالنسبة لي، يعني توصيف الفنان على حسب الفئة العمرية، فنان ولا مش فنان بس خلاص. فعصام الحقيقة الكل يحب أن يشاهد عصام. فعصام طبعا زي ما حضراتكم عارفين عنده السنة دي بطولة مشتركة ما بينه هو وأحمد داش في مسار إجباري. إزيك يا عصام؟ إزيك يا أستاذ يوسف؟ بص عصام، أنا عارف كويس أن أنا راجل عجوز وداخل وبكرة هبقى 49 سنة، بس أنا لست من أنصار الألقاب على الإطلاق، عامل زي الأجانب كده. أنا يوسف طبعاً. أنت عصام، اتفقنا؟ طبعا. ازيك يا استاذ مصطفى؟ برضو عصام، الاول خليني يعني انا اشكرك على العمل اللي انا شفته اللي هو اصبح الان خلاص معروف وكل الناس شافته زي بلطو، وكمان انا زي ما كنت بقولك انا قريت كل ما كتب تقريبا، ما اقدرش اقول كله بنسبه 100% حول بطن الحوت، والكل يثني الحقيقه يعني. وانا شفت لك لقاءاتك التلفزيونيه، وطبعا كمان جزء من غيرتي المهنيه ان انا اقول ايه ما جاش عندنا، كان لازم نجيب حاجات كده باذن الله باذن الله باذن الله. كلمني على مسار اجباري ده مبدئيا لحد ما اخش في السؤال او بعض الاسئله اللي اشوفها اجمد شويه. والله احنا يعني بنحاول نعمل مسلسل قريب للناس، يبقى شبه البيوت بتاعتنا كده كلها. مش حابين من اول خالص ما الشركه المتحده اتكلمت معايا، كان الغرض ان احنا نعمل حاجه. انا بحب اعمل حاجات قريبه للناس، بس ما بحبش يعني. طبعا احنا عندنا في مصر فئات كتير وكاتيجوريز كتير من كل حاجه من كل فئات الناس، بس انا بحب الحاجات القريبه للاغلبيه من الشعب يعني. فاتكلمنا من الاول على كده وحاولنا نعمل فكره تبقى شبه بيوتنا، يعني شبه البيوت اللي انا طلعت منها وكده. فاتكلمنا على مسار اجباري وعجبتني الفكره جدا، وحسينا ان هي الناس هتحبها، وهي عن علاقه اخين ببعض اكتشفوا ان هم اخين. ايوه. ولقوا نفسهم متورطين في حاجات اكبر منهم بكتير واكبر من سنهم واكبر من الفتره اللي هم المفروض يعيشوا فتره شبابهم ويبنوا مستقبلهم، مره واحده دخلوا في حوار مش بسببهم هم ولا ليهم دخل فيه، بس خلاص هم ملطوطين ان هم لازم يتصرفوا، لازم يطلعوا من عنق الزجاجه ده. فبس بنخش في مسار اجباري غصب عننا لغايه ما بنحاول نطلع منه، مش هنطلع مش عارفين السبب. حلو جدا. انا من ضمن الحاجات اللي بحبها فيك جدا ان انا لما شفت لقائك الحقيقه مع زميلتي العزيزه منى الشاذلي، لقيت رجل شديد الجديه والرصانه في حديثه، قليل الكلام اللي هو سيادتك يعني. فده كان بالنسبه لي مبهر، لانه لما انت عملت بالطو اللي هو عمل كوميدي حلو، حلو ليه؟ لانه مش بتاع افيهات. احنا انبسطنا وضحكنا
وابتسمنا وكنا متشوقين نشوف الحلقات طول الوقت على واتشت وما إلى ذلك، ومن غير ما يبقى فيه إفيهات وزي ما يتقال كده فرسجة يعني. صح. فشفت مواقف حلوة بتاعة الناس، البيوت اللي زي بيوتنا يعني، طبقة المتوسطة المصرية، أولاد الموظفين. صح. فهنا قلت هذا الرجل له مستقبل. أنا طبعا ولا بفهم في الفن ولا بتاع، أنا مجرد إحساس، مجرد إعجاب يعني، بس قلت كده بيني وبين نفسي يعني، قلت كده ده ليه مستقبل عظيم. لأنه ومش بقارن، أستاذ فؤاد المهندس كان رجل شديد الجدية، أستاذ عبد المنعم مدبولي رجل شديد الجدية، أستاذ أمين الهنيدي رجل شديد الجدية، وقدموا لنا أحلى كوميديا. فهنا بقى هرجع على الشخصية بتاعتك في مسار إجباري، هي شخصية، أنا مش بقولك ريفيل يعني، مش بقولك اكشف لي حاجة، لكن الشخصية تركيبتها إيه؟ جاد، غلس، بلطو؟ هو 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 جاد، هو شخصية جادة، وعنده سنة تكبر شوية على الأشخاص اللي حواليه، لغاية ما الحياة بتعلمه درس تاني، ان هو مهما كنت بتفهم في شيء او فاكر ان انت حاطط قصاد عينيك هدف مفيش حد هيبعدك ان انت تحققه، وان الحياه ليها اختيارات تانية، ان ممكن نكون كلنا بادئين من البدايه بيبقى غرضنا غرض تاني يا استاذ يوسف، بيبقى النيه حتى في فعل الاشياء او في النيه في ان انت تختار حاجه في حياتك بتبقى نيه كويسه جدا، لكن الحياه مره واحده بتدخلك في مسار اجباري ان انت بتتحول، انت نفسك بتكتشف نفسك، يعني زي في مثل كده امريكاني بيقول لك راوند افتر راوند يو ليرن مور اباوت يور سيلف، يعني انت كل جوله من بعد جوله تستطيع ان تفهم نفسك اكتر. بالظبط، تكتشف نفسك، انت تقول انا بادئ اصلا ده الغرض، مره واحده انت تكتشف قدام نفسك ان لا انت مش ده غرضك، انت كنت عايز حاجه تانية، او ان انت الحياه دخلتك في قرار تاني لازم تاخده، مش هينفع تقول انا عايز ده او انا هفضل ماشي ده، لان كمان انت متعلق في رقبتك عيله ومتعلق في رقبتك اخوات، وان كمان ساعات يا استاذ الاختيارات مش بتبقى لازم تبقى اختيارات فرديه، انت ساعات بتشوف الافضل للعيله يمكن مش الافضل ليك ولا لاختياراتك، بس الافضل للعيله، الافضل ان احنا نكمل في السلام. هو ده مرة واحدة علي الشخصية اللي في المسلسل لقى نفسه لازم يبدي مصلحة عامة عن مصلحته أو عن حلمه أو عن كده، فهو ده اللي شدني للشخصية، وهو ده اللي بشوفه انطباع عننا كلنا في حياتنا كمان، مش عن المسلسل بس، احنا كلنا بيبقى ناويين على حاجات والحياة بتطلعنا في حاجات تانية، وبيبقى نيتنا نكون شيء ومرة واحدة غصب عننا بنلاقي نفسنا شيء تاني. صح 100% 100%. طب البطولات المشتركة اللي بتبقى ما بين اتنين من نفس الجيل، ساعات بيبقى في بطولة مشتركة الأب وابنه مثلا، لكن اتنين من نفس الجيل، أنا بتذكر دايما أستاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه وأستاذ نور الشريف الله يرحمه. طبعا فلما كانوا بيمثلوا سوا أنت حاسس بالكيمياء الحقيقية. هنا بقى السؤال، أنت وداش عملتوا إيه قبل المسلسل؟ والله بص انا فعلا محظوظ ان انا معايا احمد داش، او انا مع احمد داش، لان فعلا داش شخصيه في الحياه كمان شخص على طبيعته جدا وعلى سجيته جدا، وبني ادم هادي وبني ادم لطيف جدا، وتعرفه في الحقيقه كمان تحبه. انا كنت بحب داش من قبل الشغل، ولما عرفت ان انا اكون معاه في المسلسل حسيت بكده ايه والله حلو، طب تعالى نكتشف ايه الدنيا، في ناس انت ممكن تشوفها في شغل تقول والله شاطره جدا لكن تقابلها في الحياه تحس ان انت مش هتقدر تتعامل معاهم بشكل معين. صح. تمام كده والله يعني. كتير لكن انا داش لما عرفته حسيت ده كمان يعني حبيته اكتر من وانا بتفرج عليه، لطيف جدا، وقعدنا سافرنا مع بعض سفريه كده قعدنا نفهم بعض اكتر واشتغلنا على المسلسل اكتر قبل ما نخش نصور، فارتحت جدا، واحنا هو الحمد لله ماشيين في التصوير بسرعه الحمد لله بشكل كويس ومبسوطين جدا، وان شاء الله لو كميتنا مش حلوه ما اعتقدش هيطلع للناس حاجه حلوه، كل حاجه بتبان يا استاذ يوسف. صح. حتى الكواليس كله. صح. ده شغل امريكاني ده، انت عارف اللي هو لما الممثلين اللي بيتشاركوا بطوله عمل بيعملوا زي معايشه، يعيشوا مع بعض بالزبط. فتره بالزبط. لا ده احنا عندنا الدنيا اتقدمت قوي، ده شغل عالي. والله برافو عليكم والله بجد يعني.
انا بشكرك عصام جدا جدا جدا، بالرغم ان انت اصريت على كلمه استاذ طول البتاع. لما تعملش كده ارجوك، وخصوصا لما نتقابل ما تقوليش استاذ على الاطلاق. والله لازم بحب الالقاب يعني. هقول لك ممكن في الكواليس استاذ يوسف، بس في البرنامج هقول لك استاذ يوسف. اعمل زي ابني، قول لي يا حاج. يعني انا ابني ثانوي عام، فالواد هراني عم كل ما يشوفني يقول لي يا حاج، فكسر نفسي الحقيقه. اشكرك يا عصام جدا وبالتوفيق. انت على المداخله الجميله دي ان شاء الله. لا والله ده انا اللي سعيد بيك جدا، واتمنى ان انا فعلا اشوفك قريب، وانا متاكد انه المسلسل هيطلع فعلا حلو. كل الشكر للفنان عصام عمر. ومثلا حد يجي يقول لك ايه والنجم الصاعد، ما فيش حاجه اسمها النجم الصاعد، ما هو يا نجم يا مش نجم. عصام مطلوب، هو مطلوب، اذا هو نجم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فاصل ونكمل الكلام. اللي ما تابعش امبارح الحفلة بتاعة دار الأوبرا فاتوا كتير. حفلة الليالي المصرية السعودية، أو حفلة الليالي السعودية المصرية، كل واحد بالنسبة لي فعلا كل واحد. حفلة كانت حلوة، بديعة في كل حاجة. الأصوات رائعة جدا، الحضور زي الفل، حاجة جميلة. التصوير بتاع الحفلة سواء إذا كان في الداخلي أو في الخارجي حاجة سكر، حاجة ما حصلتش. أنا في رأيي أنه من أجمل وأبدع وأحلى الأصوات المصرية، وتحديداً اللي غنت أشعار رحمة الله عليه يا رب أستاذ سيد حجاب، هو نجمنا الكبير مطربنا المهول أستاذ محمد الحلو، اللي منورني ومشرفني على التليفون. إزاي حضرتك يا فندم؟ حبيبي يا يوسف، يا قمر، ازاي حضرتك يا استاذ محمد؟ انا بحبك حب والله العظيم لا تتصوره. وانا كمان يا حبيبي والله. يا رب يخليك يا استاذ محمد. ده كل الناس اهو، كل زمايلي عمرو زكريا المخرج وكل الكنترول بيقولوا مش انت بس يا يوسف، كلنا بنحب الاستاذ محمد. سلم لي عليهم كلهم. يوصل لحد ما تنورنا باذن الله. كمان هم هينزلوا كلهم اكيد، هيهجموا تصوير وسلامات وهيبقوا فرحانين جدا باذن الله. ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله. استاذ محمد، يعني مهم عندنا ان احنا نعرف عن انه مشاركتك في هذه الحفلات امتى؟ سألني حفلات امبارح؟ حفلات ليالي المصريه السعوديه او السعوديه المصريه. احنا بدأنا امبارح حفله. انا كنت معزوم. ايوه، يعني جالي دعوه من معالي المستشار تركي آل الشيخ شخصيا. يعني جميل، هو بيحبنا على فكره، وبيحب الفن المصري جدا. واضح جدا، واضح. يعني لو شفت امبارح الفنانين المصريين قد ايه، تعرف هو بيحب مصر قد ايه. وطبعا مش هو بس، القياده كمان. صحيح، صحيح. فكان امبارح كان كرنفال سعودي مصري بجد بجد. نظام احترام في المقابلة، كل واحد بكرسي، الكرسي بتاعه معروف فين، وبعتين لك قبل ما تيجي هو فين، الكرسي بتاعك فين. وتخش تلاقي بقى أولاد، شباب، بنات وولاد، يعني ياخدوك لحد الكرسي بتاعك، وحاجة محترمة. حاجة جميلة، حاجة جميلة جدا. هو واضح جدا ده، يعني واضح في الحفلات اللي بتتعمل هنا في القاهرة واللي بدأت امبارح، واضح جدا في الحفلات اللي بتتعمل في الرياض، واضح جدا حتى من حجم صداقات المستشار التركي مع الفنانين والمبدعين المصريين، واهتمامه بالفن المصري وبالإبداع الفني المصري. محدش يقدر ينكر ده على الإطلاق. طب الحفلات الجاية أستاذ محمد هيشارك فيها ولا لأ بقى؟ ان شاء الله. لو قالوا لي ان شاء الله. لما اكيد هيقولوا هو احنا نستغنى ازاي يعني. انا عملت في جده حفلتين. طبعا طبعا، يعني حاجه محترمه، احترام كبير يعني. والجمهور هناك كان يعني بيحبنا جدا والله العظيم. ده حقيقي، ده حقيقي. احتفاء واحتفال بينا، وحاجه يعني جميله. وفي شركه اسمها بنش مارك. ايوه، دول ناس محترمة جدا جدا. من اول ما تنزل من الطيارة بياخدوك من باب جانبي كده على العربيات على بره،
على الاوتيل، مالكش دعوه بحاجه، لا بشنط ولا الكلام الفاضي ده. كل شيء، كل شيء متنظم. طيب متنظم. ارجع بقى على المشروعات الجديده لاستاذ محمد الحلو. طب انا قبليها عايز اقول لك حاجه بقى. قولي. امبارح جالي احساس وانا قاعد في الحفله. ايوه. يعني ريح قلبي كده، ان دي امبارح كان في رساله انا شفتها. ايه هي رساله؟ ان الـ 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 الناس اللي هي الوحشه جدا دي، اللي ما بيحبوناش ولا بيحبوا السعوديه وبيوقعوا، واللجان اللي انت عارفها بقى يوسف. ها ايوه. يتبطوا، لازم الناس دي تتبط. دي رساله امبارح لما جت صوره الملك سلمان وفخامه الرئيس السيسي. ايوه. احنا كان في طبعا في تسقيف مرعب لمده 5 دقائق. صحيح. صحيح. فدي رساله مهمه جدا انا شفتها، وغالبا كل الفنانين شافوها اكيد. مفيش حد هيعرف يضرب اسفين ما بين العلاقات المصريه والعلاقات العربيه كلها. مش هيعرف. محدش هيعرف يضرب اسفين. في ناس بتحاول تستفيد من ضرب هذه الاسفين وتخلق خلافات وتطلق شائعات، وعلينا جميعا ان احنا نتصدى لكل هذه الامور، لانها الحقيقه من السخائم غير المطلوبه. وانا عايز اقول لهم اتبطوا بقى. يتبطوا جدا طبعا. واللي مش هيتبط احنا اللي هنبططه. قولي بقى على المشروعات الجديده يا فندم. ان شاء الله بعمل مشروع كده. عايز اعمل مسرحيه اللي هي غزل البنات. الله. غزل البنات. غزل البنات بتاعت نجيب الريحاني. محمد نجيب الريحاني. الله. انا هبقى نجيب الريحاني، بس بدور على البنت اللي هي ليلى مراد، مطربه طبعا. طبعا. طب ومين اللي هيعمل المشهد بتاع الاستاذ محمد عبد الوهاب؟ انا برضو. هتبقى نجيب الريحاني ومحمد عبد الوهاب مع بعض؟ هي هتبقى اخر غنوه. هو اللي بيغنيها نجيب. جميل. مش هتبقى عبد الوهاب. طيب، وهل بدا كتابه المشروع ده ولا لسه؟ اتكتب كله. مين اللي كتب؟ بس مخرج في اسكندريه اسمه وليد جابر. جميل. جميل. عامله حلو قوي. هو اللي كتب وهو اللي هيخرج وهو المخرج. جميل جدا. الموسيقى مين هيعملها؟ الاستاذ امير عبد المجيد. الله. مين هيكتب الاشعار والاغاني الرائعه؟ ممكن يبقى امير طعيمه. حلو. وهيبقى كذا حد، ممكن امير وممكن يعني تامر حسين وممكن يعني وممكن ايمن بهجت قمر. طبعا طبعا. يبقى شيء جميل. كل دول اصحابنا يعني. طبعا 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 طبعا. ولادنا كمان. وحضرتك اصلك حبيبي الكل يا استاذ محمد. الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. احنا بنشكرك على المكالمه، وفي انتظار المسرحيه، وفي انتظار كل جديد، وفي انتظارك تنورنا كده في الاستوديو، تسعدنا وتبهجنا وتشرفنا يا استاذ محمد. ربنا يخليك يا رب. ان شاء الله. ربنا يخليك مطربنا ونجمنا الكبير جدا استاذ محمد الحلو. كده احنا خدنا خبر حلو على مسرحيه غزل البنات، قريبا ان شاء الله. طيب، قريبا وفي رمضان مسلسل مليحه. ومسلسل مليحه هيبقى هنا برضو، بص على القوى الناعمة المصرية بتشتغل ازاي. هيتناول قضيتنا المركزية، هيتناول في سياق درامي فلسطين، وهيتعرض المسلسل بإذن الله في 2024. طيب، خلينا نحاول، يعني زي ما كنت بقول لكم انه هذا المسلسل هيتعرض في رمضان 2024 من ضمن مجموعه كبيره جدا من انتاجات الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. المسلسل ده هيبقى 15 حلقه. طيب، مين الابطال؟ مش هقول لك كل الابطال، لكن خليني اقول لك ان في استاذه ميرفت امين، هيبقى في دياب، انا بحب دياب جدا، هيبقى في الفنانه الفلسطينيه سيرين خاس، هيبقى في الدكتور اشرف زكي، هيبقى في امير المصري، هذا الفنان المصري برضو القوي جدا، النجم جدا والعالمي جدا، هيبقى فيه مروة أنور، هيبقى فيه أستاذ حنان سليمان، هيبقى فيه فنانين كتير جدا. المسلسل من تأليف أستاذة رشا الجزار وإخراج الأستاذ عمرو عرفة. شفت أنا ابتسمت إزاي؟ أنا بحب أستاذ عمرو عرفة قوي قوي. يعني شخصية مليحة هتبقى
بطبيعة الحال بتجسدها الفنانة الفلسطينية شيرين خاس. يمكن دي كده ايه ملخص سريع، بس خليني اخد معايا على التليفون مؤلفة المسلسل استاذة رشا الجزار. اهلا بيكي. مساء الخير يا استاذ يوسف. مساء النور يا استاذة رشا. دخلة هادية جدا مع انه المسلسل يبدو يثير حماستنا جدا. معلش بنام الساعة 8. اوبا ده احنا كده عملنا مشكلة كبيرة، عملنا مشكلة كبيرة. بنعتذر لك طبعا ان احنا مسهرينك معانا، بس يمكن المسلسل يثير شهيتنا في ان احنا نتحدث عنه ونعرف. مش هتحرقي المسلسل انا عارف، ومش هتقدري وتقولي لي تفاصيل، لكن عايز اعرف ملامح. اسمح لي اولا ان انا امسي على كل متابعينك، ومن ثم نقدم كلنا تحيتنا للشعب الفلسطيني الشقيق والحبيب، ونشد على ايديهم ونسمي نضالهم وصمودهم ضد الاحتلال. مليحه مسلسل 15 حلقه زي ما حضرتك قلت، هنبقى ان شاء الله في النص الثاني من رمضان. هنتطرق في سياق درامي لملامح مهمه في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي، وحنقدم كل دعمنا للقضية وللحق الفلسطيني من خلال السياق الدرامي. زي ما حضرتك قلت، مليحة هي الفنانة الفلسطينية الشابة سيرين خاف، وبطولة دياب وعلي الطيب وأمير المصري أستاذ ميرفت أمين، أستاذ أشرف زكي، مدام حنان سليمان، مجموعة كبيرة. يعني إن شاء الله ربنا يقدرنا ونكون عند حسن ظنكم. يعني المسلسل مش سياسة ولا المسلسل تاريخ، ولكن المسلسل قصة إنسانية. المسلسل دراما اجتماعية إنسانية من خلال رحلة الأبطال. بنتطرق للقضية الفلسطينية. الرحلة بتبدأ من كام سنة؟ من 12 سنة. من 12 سنة. عندنا زمنين، يعني عندنا 12 سنة وبعد كده عندنا الفينال مفاجأة. الفينال مفاجأة هيبقى ايه؟ لا مفاجأة بقى. عايز احرقها لك؟ ما انا تلاقيني وطيت صوتي كده، كلمت صوتي واطي. لو انا صوتي واطي فكده هنام. يعني ما تبقيش واخده بالك ولسه قايله لي ان انا منام من 8، فيعني كده غالبا كل البطاريات فضيت، فايه ويا ترى المفاجأة هتبقى ايه؟ لعل انك تروحي واقعة بالكلام. لا 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 هبقى مركزه معاك، لا هبقى مركز ان شاء الله. الفينال تبقى مفاجاه، بس هي احداث المسلسل بتدور على فترتين زمنيتين. أوكي. فتره 2000. أوكي. سنه 2000 و2012. يعني عمليا نطاق زمني كامل حوالي 24 سنه تقريبا، وده عمر مليحة تقريبا. انا شاطر. برافو عليك. صح كده؟ انت استاذ في الفن. لا ولا استاذ في الفن ولا حاجه، انا بحاول بس اتلمس الخطى قدر الاستطاعه. طيب ده تقريبا هيبقى عمر مليحة. امير هيعمل ايه في المسلسل؟ امير هيعمل دور شقيق دياب، شقيق البطل. حلو. ودياب هيعمل ايه؟ دياب ضابط حرس حدود. ايه ده؟ ضابط في سلاح الحرس الحدود، جيش. اوكي. وامير اخوه. اخوه. وأستاذة ميرفت مامته، مامة دياب وأمير. مامة دياب وأمير. أستاذة حنان سليمان مرات خالهم. أوكي. ومامة يعني وصاحبة مامتهم طول حياتها. حلو. صديقة العمر. صديقة العمر. دكتور أشرف زكي جوز مدام حنان سليمان، خالهم، خال أدهم وأمير. هايل. أدهم اللي هو دياب. أنا أوكي. خلاص دلوقتي ما بقتش أعرفهم بأساميهم الحقيقية. خلاص كده بقت الأسماء. بقت الأسماء. بقت الأسماء. بالظبط. إحنا بإذن الله متأكد إن إحنا هنشوف مسلسل حلو مختلف وبديع، وأكيد هيرضي عقولنا ويرضي عواطفنا الوطنية أيضا. يعني أنا متأكد من ذلك. إحنا أقصى طموحنا كصناع إن رسالتنا توصل للأذهان وللقلوب، ونقدر من خلال نطاق درامي نوصل رسالة ندعم فيها القضية والحق الفلسطيني، ونقدم لكم وجبة درامية تكون لطيفة عليكم في رمضان. فنتمنى ان احنا ننجح في ان احنا نوصل لقلوبكم. انا اجزم ان المسلسل هينجح، عايزين بعديه فيلم. السينما تاريخ، ف
فعايزين فيلم. أتمنى. على فكرة الفن المصري طول عمره كان بيمتثل للقضايا العادلة ولحقوق الشعوب العربية بالذات، وشفنا ده في الخمسينات لما أستاذ يوسف شاهين وأستاذ يوسف السباعي وأستاذ نجيب محفوظ عملوا الفيلم بتاع جميلة أبو حريد. طبعا. وده كان بيقدم كل الدعم، وكان فيلم مصري لكن كان بيقدم كل الدعم للشعب الجزائري في نضاله في معركة التحرر ضد الاحتلال الفرنسي، والفيلم بيصنف من ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. وشفنا ده في نطاق الدراما في الثمانينات وفي التسعينات، الحاجات اللي احنا تربينا عليها، ازاي الفن كان بيشكل وجداننا وكان بيمتثل لقضايانا العادلة، ويعني وبيعبر عن هموم وعن آمال وعن طموحات الشعوب العربية. وفلسطين بالنسبة لنا هي قضيتنا كلنا، لأن طبعا هي في المقام الأول قضية عادلة وقضية إنسانية وقضية كل إنسان حر في العالم، وإحنا بنشاركهم المشاعر والألم، وفي الآخر إحنا عدونا التاريخي والاستراتيجي واحد. صح. فإحنا شعب واحد وأمة واحدة ونطاق جغرافي واحد ومصير واحد، فانتصارهم انتصار لنا كلنا، وإن شاء الله قريب جدا يعني تتحرر كل أراضينا العربية والناس دي تمتلك حقوقها. ودور مصر على مر التاريخ في الدراما وفي السياسة وفي يعني دور مصر الدبلوماسي وعلى نطاق المؤسسات وعلى نطاق الفن، طول عمر مصر بتمتثل لقضايا الأمة العربية. كام جملة يساوي مليارات الدولارات بجد والله، أو مليارات الدينارات الكويتية باعتبارها أغلى عملة في العالم. والله بكلمك بجد وبحييكي من قلبي. أشكرك جدا 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 أستاذة رشا. أسيبك تلحقي تنامي لأن احنا مسهرينك، وبإذن الله هننتظر متأكد أنه مسلسل رائع. بالمناسبة ده بيخليني أحيي جدا المتحدة على إنتاجها وتحمسها لهذا العمل، ودي حاجة الحقيقة تدعونا جميعا للفخر بشركتنا المصرية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدور اللي بتلعبه في التركيز على كل القضايا ومنها قضيتنا المركزية، قضية الصراع العربي الصهيوني في الشرق الأوسط. شكرا للمتحدة، ده من قلبي والله العظيم. فاصل وهنروح بقى فورا علشان نستقبل مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. استنونا لو سمحتوا. أهلا 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 وسهلا بحضراتكم، وطبعا كما جرت العادة يوم الاثنين ده هو يوم الاثنين الرائع بوجود فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. منورنا دايما يا مولانا. نور الله لنا ولكم ولمحبينا ومتابعينا الطريق في الدنيا والآخرة. مولانا وإحنا بنتكلم قبل الفقرة قلت لي معالم رئيسية أقبلنا على واحدة ومقبلين على اثنين، طبعا فيهم شهر رمضان المبارك واللهم بلغنا رمضان. آمين. بدأنا بإيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل في كتابه الكريم وذكرهم بأيام الله. الله. من سورة إبراهيم، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائل: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. رضي الله تبارك وتعالى على آل بيت النبي وأصحابه وأزواجه وخلفاء الراشدين المهديين وأولياء الله الصالحين أجمعين، وبعد. نستطيع أخي الحبيب ومشاهدينا الكرام أن نقول مواسم معالم متوالية متتالية نعنونها بعنوان فقه المصريين في مواسم إسلامية. فقه المصريين في مواسم إسلامية، حلو. نحن عندنا ثلاثة معالم: معلم الترقي، ثم معلم الترضي، ثم معلم التلقي. معلم الترقي: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير من سورة الإسراء. وفي سورة النجم لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يبقى لنريه لقد رأى، يبقى معلم الترقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أيام قلائل هيبقى عندنا معلم الترضي، فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. ثم بعد 24 وأقل بإذن الله معلم التلقي، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة المباركة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أنا أتحفت محبينا ومشاهدينا بأن ده فقه المصريين. ليه؟ لأن المصريين يفهمون الإسلام دون تعصب لوجود الأزهر الشريف حق الفهم. فإذا أردت أن تبحث عن صحيح الإسلام فلا بد أن تجد أن صحيح الإسلام له مرجعية مشيخية واحدة في العالم الإسلامي، ألا وهي الأزهر الشريف. فلذلك ثقافة الأزهر، احنا عندنا في عيدين الفطر والنحر، لأن في بعض الاتجاهات الظلامية الجامدة المنغلقة لا يفهمون الفقه المقاصد، يقول لك إيه ما عندناش غير عيد الفطر وعيد النحر بس. طب وأيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في الحج لا يتحدثون عنه. طب وتسعاء وعاشوراء في المحرم، ما هي دي مواسم، يعني طب هتوديها فين؟ فالانغلاق لما يجي يقول لك ما عنديش الا عيد الفطر وعيد النحر، طب وايام التشريق؟ ده بينكر بقى فقه المقاصد كله. كله، خدت بالك؟ ما مش فاهم. سليم لسه. وفي مناسبات، يعني النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح البخاري حديث مطول مع السيده عائشه رضي الله عنها، اما قال ان لكل قوم عيد. فاحنا عندنا في مناسبات وطنيه زي مثلا العبور، نصر اكتوبر، التحرر، الاستقلال، على حسب الشعوب. دي مناسبات وطنية. في مناسبات اجتماعية، يعني مثلا في بلاد فارس أو آسيا أو غيرها عندهم عيد النيروز، احنا عندنا شم النسيم، عيد مصر قديم. في مثلا مناسبة الأم، يعني عندك انت داخل عليك ان شاء الله عليك خير شهر مارس، فهيدخل عليك ايه؟ هيدخل عليك شهر رمضان وداخل عليك عيد الأم. طيب ما شاء الله. شوف حتى الرسول أقر القوميات لكل قوم عيد. وهو قال لسيدنا أبو بكر كده لما أنكر الصديق رضي الله عنه وجود جاريتين دون سن البلوغ تغنيان بغناء بعاس اللي هو الغناء الوطني أو الأناشيد الوطنية، فسيدنا أبو السلام قال يا أبا بكر دعهما فإن لكل قوم عيد. ولذلك فقه الصحابة اللي الأفكار الظلامية المتشددة مش فاهمها بس يعني بتدعي الانتحال. طيب الصحابة لما جم مصر، طيب ما هو سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه والمسلمون الأوائل وجدوا المصريين يحتفلون بشم النسيم، لم يمنعوهم. لما ذهبوا إلى بلاد فارس وجدوهم يحتفلون بيوم النيروز، لم يمنعوهم. لما راحوا إلى الشام وجدوا مناسبات تخص أهل الشام، لم يمنعوهم. وهذا كان فقه الصحابة الذين فهموا الفقه المقاصدي. حلو جدا. أنا هستأذن هروح بعد الفاصل وعايز أسمع من مولانا أكتر حول فقه المصريين وكيف يفهمون الدين وكيف يفسرونه وينشرونه، وزي ما حضرتك قلت كده يا مولانا كل ده لأنه في الأزهر الشريف. نعم. وهنا يبقى في سؤال أظنه كبير جدا، ولماذا الأزهر هو الأكثر قوة وتأثيرا على الفقه الإسلامي بشكله الجامع؟ هروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام.
أهلا بحضراتكم وكل الترحيب مرة تانية بفضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريم أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. العنوان فقه المصريين. شوف يا سيدي، منذ فجر التاريخ أو ما قبل التاريخ المصريون لهم سعة الأفق، ولذلك قال أهل العلم دائما الحضارات بجوار المياه أو الأنهار. يعني ما بندرس في علم الجغرافيا هتلاقي دايما أن الحضارات الكبرى نهرية. بالظبط كده، الله يحسنك. فربنا أراد لهذه البلاد بجوار نهر النيل الحضارة الفرعونية اللي بنعتز بيها، المصر القديم. شوف عمل إيه الإبداع. وكان قبل كده سيدنا إدريس اللي هو أخنوخ عند أهل الكتاب، وجاء من جنوب مصر، وهو أول من خط الثياب وأول من اشتغل بصناعات كتيرة جدا وأول من كتب إلى آخره. ده سيدنا إدريس أخنوخ النبي الرسول الذي عاش في أرض مصر. أيضا لقمان الحكيم كان من أهل النوبة، من أهل مصر. معايا حضرتك؟ طيب هفجر لك بقى المفاجأة الجديدة عشان نسري مشاهدينا. حاضر. سيدنا موسى عليه السلام لما أراد أن يتعرف على علم الحقيقة، هو نبي مع الشريعة. طبعا. فربنا قال له روح فين؟ عند مجمع البحرين اللي هو خليج العقبة ناحية الأردن وفلسطين المحتلة، وخليج القلزم اللي هو السويس، مجمع البحرين اللي هي شرم الشيخ وراس محمد. يروح يقابل الخضر فين؟ سيدنا الخضر في سيناء. مجمع البحرين. فراح سيدنا موسى وجدوا طبعا بعد العلامات اللي موجودة في سورة الكهف، وجدوا قاعد على الصخرة. المهم قال له ايه؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشد؟ امتداد لهذه الفتوحات أراد الله تعالى من 1084 سنة، يعني عليكم خير 16 سنة والأزهر يتمم 2000 سنة أستاذية المسلمين. الله. طبعا بقى الغيرة والحقد ومصالح معينة مش عايزين نخوض فيها كتير، جندوا بعض الصغار علشان يشغبوا على الأزهر ويحاولوا يضعفوه أو يهدموه أو يحتووه، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. فمن هنا الأزهر الشريف هو الذي أعطى ويعطي وسيعطي صحيح الإسلام مهما جيشوا من شعارات مش مهم ضحكوا بها على الناس، اللي يقول لك أستاذية العالم، واللي يقول لك تحرير فلسطين ومعدن في أفخم الفنادق، واللي يقول لك سلف، واللي يقول لك آل البيت، كلهم تجار تجار تجار. لكن يبقى الأزهر بالزهد والورع والحفاظ على الوطنية وعلى الشعوب وعلى الدول. وتعالى شوف يا أستاذ يوسف، وأنت راجل طبعا في مجلس النواب الموقر، وأنا بقول للناس تعالوا شوفوا مدينة البعوث الإسلامية 85 جنسية بتدرس تتعلم وترجع بلادها تعلم سفراء للإسلام على نفقة الأزهر الشريف. صحيح. فالأزهر لا يسعى إلى مصالح سياسية ولا فئوية ولا طائفية، ولا يدعي أنه بيحتكر الحق وإن غيره مش عارف إيه والكلام اللي موجود عند الجماعات والتنظيمات اللي من سبعينات القرن الماضي. والحمد لله جاءت الأحداث وكشفتهم وعرف الناس قيمة الأزهر. فده من فقه المصريين أن عندنا الحمد لله رب العالمين. يعني حضرتك شوف الرئيس التركي إما جاء مصر حرص على زيارة إيه؟ الإمام الشافعي. الإمام الشافعي عشان ده هو يتعبد على مذهبه، لأن خلي بالك تركيا بالذات مذهبها الرسمي الحنفي، لكن الرئيس التركي هو يتعبد لله على المذهب الشافعي. فلما جاء مصر حب يروح لمين؟ لسيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه، أستاذ الدنيا وأحد أكابر مؤسسي المذاهب الفقهية المعتمدة، وكان بيدرس في مسجد سيدنا عمرو ابن العاص سيدنا الإمام الشافعي وابن حجر العسقلاني وسيد ابن عطاء الله السكندري. أقول لك إيه والعيد لك إيه؟ سيدنا الإمام الشافعي ما هو يعني تتلمذ على يد الإمام مالك. الإمام مالك، الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. وبعدين راح قابل سيدنا محمد بن الحسن في العراق
ولكن جاء شوف بعد ما راح اليمن وراح العراق اللي هو الإمام الشافعي انتهى به المطاف فين؟ في مصر. وكل من جاء مصر زي السيدة نفيسة السيدة زينب عليه رضوان الله، كل من جاء من آل البيت من الصحابة من الأولياء ما تركوا مصر. هو في المقولة بقى من شرب النيل لا يغادر النيل ابدا ابدا. فيش حد بالمناسبه يعني. فكل سنه وانتم طيبين. حلوه زي اسراء ومعراج تحويل القبله ولايه النصر من شعبان وشهر رمضان الله. شهر رمضان واخواننا المسلمين كلهم العرب وغير العرب يعرفون الوهج والزخم والكرم والتفاعل والحيويه في شهر رمضان هنا في مصر. مش كده برضو انا بقول كده والله. لا رمضان صحيح. في مصر كل حاجة تانية فعلا مش هزار. نورتنا وشرفتنا مولانا كمان مرة العادة، ربنا يخليك لينا يا رب. كل الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. تخيلوا بقى بعد الليالي بتاعت امبارح بتاعت الأوبرا دي اللي هي الليالي السعودية المصرية المصرية السعودية سميها برضو زي ما تسميها في النهاية كل واحد. مولانا دلوقتي ألهمني بحاجة، ما نستكمل بقى الليالي دي في رمضان وتبقى هنا برضو من القاهرة. يا السلام، دي تبقى جميلة جمال وملهمة إلهام، ولا أجمل من كده. خلونا ندخل بكريم رمزي حالا وبرنامجه رقم 10. أما احنا لو كلنا العمر هنقابلكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.